طيب يا شباب، هسنا نفوت على المقطع. نسمي نفس اسمي أول إشي. طبعا شباب، رابط قناته بالمقطع بالوصف، اعطوه ديسلايكات واكتبوا له عمر ما بنهان. يعني إن شاء الله لا تبخلوا علي إنه تعملوا عليه ديسلايكات. طبعا أنا أول واحد راح أعطي ديسلايك. استنى، أيوة بتروح على هذا الديسلايك. أول إشي بتروح على هذا الديسلايك، وبعدين بتروح على الإبلاغ وتبلغ إنه محتوى يعرض، لا المحتوى يدعم الإرهاب. أوكي، سووا له هيك. فيب خلينا نحضر المقطع تاعه. أوكي، يلا بسم الله. السلام عليكم. هاي بدأ، جبنا لكم مقطع. مقطع شو؟ استنوا بس. شتم عمر جو. واو، ماخذ اسمي عشان ينشهر. عمري أنا بأبوك يا ابن الكلب يا ابن البول، اصبح عرضك يا ابن الكلب يا ابن الكلب. يلعن أمك، إن بلدي جيش إن بثاني مر على أبني بديش أحكي وأنا على بلدي اسمك يا ابن الكلب. يلا احكي مع متابعيكم أخذهم يعطوني بلاغات، مش فارقة معاي، حضور بسوي حسابات وأعمل عليك سبات. فبس عمر، ما أقول حاجة علي هيك. شباب أنا سؤال، سويت إشي ما عجبكم؟ عمري سبيت واحد؟ طبعا شباب، كان المقطع هذا راح ينزل بكرة، بس راح أنزله اليوم. كنت راح أنزل بكرة سكتش، بس آسف اعتذروا مني، راح أسحب 3 أيام. يعني أفكر لكم مقطع يكون منيح، بس أنا زعلان والله.